قلنا القرآن ها السنة ها والصحابة، وهذا الذكر مذكور في القرآن. طيب الصحابة ها والسنة الخلفاء، كل النصوص اللي في القرآن وفي السنة تقيد العلم والفهم مقيد بالصحابة. القرآن يأمرك بالصحابة، والسنة تأمرك بالصحابة. إذن الذكر اللي هو القرآن والسنة كلاهما ها يحثان على الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين علموا القرآن، تلقوا القرآن، فهموا القرآن، وطبقوا القرآن، وكذلك السنة. يعني أعلم الناس بالقرآن بعد محمد عليه الصلاة والسلام من؟ الصحابة. أصوب الناس في الفهم والتطبيق للقرآن والسنة هم الصحابة. إذن فهمنا للقرآن، فهمنا للسنة، تطبيقنا للقرآن، تطبيقنا للسنة عن طريق الصحابة. فالصحابة كما يقولون تحيط بالقرآن والسنة. لماذا؟ لأنهم رجال. الحين بيقول مان، إذا جاي ترجم وش بيقول؟ بيقول مان ولا لا؟ كيف نترجم؟ الصحابة يا أخوان رجال. لماذا؟ وصفهم الله عز وجل، قال رجال ها صدق ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، والله ما بدلوا شيئا أراده الله ولا شيئا أراده محمد. هذا دليل على دقة الفهم والتطبيق للقرآن والسنة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول ها سنتي و وسنة الخلفاء الراشدين الصحابة رضي الله تعالى عنه، النصوص كلها لأنهم رجال. طيب اليوم ما في رجال؟ لا ما في رجال. معناها نأخذ القرآن والسنة عمن؟ عن الرجال. طيب يقول لك كثير، لا لا، هؤلاء ذكور، ذكور. وفرق عظيم بين الذكر وبين الرجل. رحمة الله عليه شيخنا تقي الدين الهلالي كان يغضب غضبا شديدا إذا قلت له شوف هذا رجال يمشي، أو هذا رجل، أو في رجل يريدك. دخل عليه الشيخ أبو بكر الجزائري قال له شيخ في ثلاثة رجال عند الباب يستأذنون يبغى الدخول عليك. ما شاء الله، ثلاثة، بعث الصحابة من جديد. الله، الشيخ أبو بكر استغرب، إيش أنا ما قلت صحابة، بعثوا يعني أحياهم الله، أحيا ثلاثة من الصحابة. قال والله واحد يكفينا، اليوم صحابي واحد يكفينا، الله بعث لنا ثلاثة. الشيخ أبو بكر في غاية الاستغراب قال لا يا شيخ أنا ما قال يا شيخ قل ثلاثة ذكور عند الباب ما في رجال. كلمة الرجال ووصف الرجولة تطلق على الصحابة فقط. طيب وإحنا ذكور، وهؤلاء الذكور توجد فيهم من الرجولة من للتبعير، قولها بالإنجليزي ما أعرف كيف تقولها، توجد فيهم من الرجولة بقدر متابعة الصحابة يا شيخ، لأن الله أمرك بمتابعة الصحابة، النبي أمرك بمتابعة الصحابة. كم فيك من متابعة الصحابة؟ فيك من الرجولة، والباقي ذكور يا شيخ. نسأل الله أن يوفقنا. أنا اكتفيت، أعطي الفرصة للشيخ يا شيخ. سو ما عندي شيء بعد المغرب. له ذكرها في الكلمة صحيح، ونوفي بالعهد ها؟ مو صح؟ صحيح. هو في الكلمة
ذكر أنه بس هذا الكتاب فتح الباري الفتن وكتاب التوحيد، وكان في الاتفاق في الأصل الأصول الستة دينو بعضهم يعرفون الجدول أي قديم. الأصول الستة، والأصول الستة والله في غاية الأهمية يا أخوان. وهو أخبرني أبو العباس هو كيف الآن أنه إن شاء الله الشيخ هيثم سيشرح الأصول الستة، لكن اليوم أشوف ما فيه. أصول الستة فيها فصل اللي هو الرابع، الباب الرابع من الأصول الستة أو الأصل الرابع من الأصول الستة، يفرق فيه الإمام محمد رحمه الله بين العلم والعلم والعلماء والعلماء، فصل عظيم جدا، وجوب التفريق بين العلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، وبين الفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الله يوفقنا وإياكم يا أخي. So the Sheikh mentioned that these three conditions.